بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معاكم مع كايرو دار دروس الكيمياء للثانوية العامة، ونستكمل الدرس الثاني للعناصر الانتقالية في الباب الأول للكيمياء سنة ثالثة ثانوي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على حالات التأكسد للعناصر الانتقالية. فالأول احنا عايزين نوضح ايه هو معنى حالة التأكسد، أو ما معنى التأكسد. التأكسد معناه إن العنصر بيفقد إلكترونات وتحول من عنصر إلى أيون موجب بفقد إلكترون أو اتنين أو تلات إلكترونات حسب عدد الإلكترونات اللي بيفقدها من المستويات الفرعية الخاصة بيه. فعندنا بالنسبة للعناصر الانتقالية آخر مستويات بنتكلم عنها تفقد إلكترونات هو مستوى 4S و3D بالنسبة للسلسلة الأولى من سلاسل العناصر الانتقالية. فعندنا في حالة السلسلة الأولى حالة التأكسد اللي هنتكلم عنها في حالة فقد 2 إلكترون من المستوى الفرعي 4S، فهنا العنصر يبقى في حالة تأكسد زائد 2. وإذا بدأ يفقد العنصر بعض الإلكترونات من المستوى الفرعي دي يزداد حالات التأكسد لهذا العنصر. إذن العنصر الانتقالي قد يكون لي أكثر من عدد التأكسد تبعا لعدد الإلكترونات المفقودة من مستويات الفرعية 4S أو 3D. لما نبص للسلايد عندنا هنلاقي إن حالة التأكسد زائد 2 تنتج من فقد إلكترون المستوى الفرعي 4S، لأن 4S بيبقى فيه إلكترون أو 2. فقد ال 4S الاتنين إلكترون الخاصين بيه، يبقى في الحالة دي نحصل على عدد التأكسد زائد 2. أول عنصر عندي في العناصر الانتقالية اتكلمنا عنه اللي هو السكانديوم، اللي هو عدده الذري 21، ال 4S فيه 2 إلكترون. بمجرد ما نفقد الاتنين الكترون من الفور اس يبقى نحصل على التأكسد زائد 2. لو فقد الالكترون الثالث من ال 3D يبقى يحصل على التأكسد زائد 3. اذا الالكترونات المفقودة من مستويات الفرعية الفور اس و3D هي اللي تديني حالات التأكسد للعنصر الواحد. نقطة تانية، جميع العناصر الانتقالية تعطي حالات تأكسد زائد 2 ما عدا الاسكانديوم. طب ليه الاسكانديوم ما بيديش زائد 2 بس؟ لان لما يفقد الاسكانديوم الاتنين الكترون من المستوى 4s في الحاله ديت يبقى عندي الكترون واحد متبقي في الاوربيتال دي، وده يجعل هذا العنصر في حاله عدم استقرار. عشان يصل الاسكانديوم لحاله الاستقرار يميل الى فقد الالكترون الثالث ويصل لعدد تأكسد 3. يبقى بيفقد الاسكانديوم 3 الكترونات من ال 4s وال 3d حتى يصل الى اقصى قيمه له قيمة له في أقصى قيمة على حالات التأكسد بتاعته اللي هي زائد 3. تزداد حالات التأكسد في من عنصر الاسكانديوم زائد 3 حتى نصل لأقصى قيمة لها في عنصر المنجنيز اللي هو بيدينا حالات التأكسد زائد 7، ويقع في المجموعة 7B. بعد عنصر المنجنيز يبدأ يتناقص مرة تانية عدد حالات التأكسد إلى أن يصل إلى زائد 2 في حالة الخرسين. طبعا احنا عارفين الخرسين عدده الذري 30، ال 4s بتاعه فيه 2 الكترون، ال 3d بتاعه فيه 10 الكترون. فلما يفقد 2 الكترون من ال 4s في الحاله ديت يبقى في حاله استقرار، لان ال 3d بتاعه مليان ب 10 الكترونات فهو ممتلئ وفي حاله استقرار. ما يقدرش يفقد اي الكترونات ثانيه اكتر من كده لان هيخش مرحله عدم استقرار. فاستقرار عنصر الخرسين بفقد 2 الكترون الموجودين في الاوربيتال 4s. والخرسين موجود في المجموعة 2B. احنا قلنا ان ترتيب العناصر الانتقالية يبدأ ب 3B 4B 5 6 7 وبعد كده المجموعة الثامنة ثلاث عناصر متتالية، وبعد كده يبدأ تاني العد من 1B و 2B. تنتهي السلسلة الأولى من العناصر الانتقالية بال 2B اللي هو عنصر الخرسين. أعلى عدد تأكسد لأي عنصر لا يتعدى رقم المجموعة. أعلى عدد تأكسد لأي عنصر ما بتعداش رقم المجموعة المنتمي ليها عدا المجموعة 1B. 1B اللي هي بنسميها مجموعة فلزات العملة. هذه المجموعة رأسيا فيها عنصر النحاس، تحتيه عنصر الفضة، تحتيه عنصر الذهب. هذه المجموعة الرأسية اللي هي مجموعة ال 1B، هذه العناصر بنسميها فلزات العملة. طيب يجي لي سؤال يقول لي تتميز العناصر الانتقالية بتعدد حالات التأكسد.
بتميز بتعدد حالات التأكسد. احنا قلنا فكرة او معنى عدد التأكسد معناه ان هذه الذرة بتفقد الكترونات من الـ 4S او من الـ 3D. فتقارب المستويين الفرعيين الـ 3D والـ 4S، تقارب هذه المستويين بيخلي طاقتهم متقاربة. فعندما تتأكسد العناصر الانتقالية تخرج الإلكترونات من الـ 4S اولا، يبقى اول ما يبدأ العنصر الانتقالي يبدأ يفقد في الإلكترونات هيفقدها من الـ 4S اولا، ثم يتتابع خروج الإلكترونات من الـ 3D. يعني ما بيفقدش من 3D الأول، بيفقد من 4S الأول، وبعد كده يبدأ يفقد إلكتروناته من المستوى 3D لتعطي حالات تأكسده المتعددة. يبقى تتعدد حالات التأكسد للعنصر الانتقالي بفقد إلكترونات من 4S ثم 3D. طيب، تزداد قيم جهود التأين لحالات التأكسد المتتالية. يعني كل ما بيفقد إلكترون في جهد تأين عشان أفقد هذا الإلكترون، عشان اخرج الكترون من مستواه سواء من الـ 4S او من الـ 3D، عشان اخرج الكترون من هذا المستوى لازم هذا العنصر يكتسب طاقة. هذه الطاقة بنسميها جهد يأخذ العنصر علشان يفقد هذا الالكترون، اسمه جهد التأين. هذا الجهد او هذه الطاقة اللي بياخذها العنصر تؤدي الى فقد هذا الالكترون، بنسمي هذه الطاقة جهد التأين. قيمة هذا الجهد، كل ما بفقد الكترون بحتاج جهد تأين اعلى، هفقد الكترونين جهود التأين اعلى واعلى. فتزداد جهود التأين لحالات التأكسد المتتالية للفلزات الانتقالية بتدرج واضح بمقدار الضعف تقريبا. كل ما افقد الكترون يزيد بمقدار الضعف طاقة التأين المطلوبة او المتطلبة لفقد الكترون زائد. وتزداد قيم جهود تأين الفلزات الممثلة زيادة كبيرة جدا اذا تسبب الالكترون المفقود في كسر مستوى طاقة. ايه الفلزات الممثلة؟ احنا خدنا حاجة اسمها عناصر المثالية اللي هي في الفئة S والفئة P. فاللي في الفئة S دي اسمها عناصر تسمى فلزات. يبقى العناصر الموجودة في الفئة S تطلق عليها فلزات، زي عنصر الصوديوم، زي المغنيسيوم، زي الكالسيوم. هذه العناصر فلزات وهتلاقي في الفئة S. الالومنيوم من الفلزات ولكن مش في الفئة S، في الفئة بي اللي في الطرف الاخر او في الجانب الايمن من الجدول الدوري. هذه الفلزات بسميها فلزات ممثله لان العناصر فئه اس والفئه بي اسمها عناصر ممثله او العناصر المثاليه. هذه العناصر الصوديوم والمغنيسيوم والالومنيوم اللي هلاقيه من حالات تاكسد هذه الفلزات هي الحالات المرتبطه بفقد الالكترون من الاس فقط، ولكن في حدود الالكترون اللي ينتهي به مستوى طاقة مكتمل. بمعنى انا عندي الصوديوم عاده الذري 11، توزيع الكتروني 2 8 1، فالالكترون النهائي في المستوى الثالث للصوديوم سهل فقده ويتحول الى ايون صوديوم بموجب واحد. طيب علشان الصوديوم يفقد الكترون ثاني من مستوى طاقة مكتمل، انا عندي مستويات اللي بتوزع فيها الالكترونات كي في 2 الكترون، ال في 2 8 الكترون، KLM الام في الكترون فقده بقى تحول لايون صوديوم موجب. طب المستوى الثاني مكتمل بثمان الكترونات، علشان افقد الكترون من هذا المستوى المكتمل ده صعب جدا جدا، لذلك صعب ان انا الاقي ايون صوديوم ثنائي او ايون مغنيسيوم ثلاثي، لان المغنيسيوم ما بيفقد الكترونين اللي في المستوى S، المستوى اللي قبله على طول مكتمل بثمان الكترونات، فصعب جدا ان توفر طاقه لفقد الكترون تاني، هيبقى العنصر في هذه الحاله او الايون في هذه الحاله اقل استقرار. برضو بالتالي الالومنيوم اللي هو تكافؤه ثلاثي صعب انه يفقد الكترون رابع ونلاقي منه الايون الالومنيوم الرباعي، طبعا ده مش هتلاقيه لان عشان اوصل للمستوى ده محتاج طاقه عاليه جدا لفقد هذا الالكترون. يبقى التفاعلات الكيميائيه اللي عندي هلاقي فيها مش هلاقي فيها صوديوم الثنائي ولا المغنيسيوم الثلاثي ولا الامونيوم الرباعي. والسبب في ذلك لو جالي اعلل لماذا يصعب فقد الكترون من ايون صوديوم الاحادي او ايون المغنيسيوم الثنائي او ايون الامونيوم الثلاثي، لان ذلك يتطلب الى طاقه عاليه جدا لكسر الكترون لفقد الكترون من مستوى طاقه مكتمل.
نتكلم بقى على العنصر الانتقالي. احنا قاعدين نتكلم عن العناصر الانتقاليه، لكن عايزين نديله تعريف واضح شويه. العنصر الانتقالي هو كل عنصر تكون فيه اوربيتالات الدي والاف مشغوله بالكترونات. العنصر الانتقالي هو كل عنصر فيه اوربيتالات الدي والاف مشغوله بالكترونات، ولكن هذه الالكترونات لا تشغلها انشغال تام، يعني تكون اوربيتال دي او اف مشغوله بالالكترونات ولكنها غير تامه الامتلاء. يعني يكون في الكترون 2 3 4 5 لحد 9 الكترون، لان الاوربيتال دي يقدر يشيل 10 الكترونات. اي عدد من الالكترونات في هذا الاوربيتال ولا تجعله مكتمل بعدد بالالكترونات الكافيه لل 10 الكترونات من 1 لحد 9 الكترون، كل هذه العناصر اللي فيها توزيع فيها الكترونات في المستوى دي او الاف بحيث تخليه ما يكتملش يمتلئ امتلاء كامل، اسمي هذا العنصر عنصر انتقالي. المستوى اف بيكتمل ب 14 الكترون، يبقى لحد الاقي عنصر الاوربيتال دي بتاعه مثلا في 14 الكترون 13 الكترون في المستوى اف اسميه عنصر انتقالي. سواء الكلام ده في الحاله الذريه او الحاله او حالات التاكسد بتاعته. طيب ناخد مثال كده، هل يعتبر فلزات العمله اللي هي زي النحاس والفضه والذهب عناصر انتقالية؟ علما بأن التركيب الإلكتروني لأوربيتالاتها كما هو موضح CU29 في الـ 1S في إلكترون والـ 3D في 10. تمام؟ إذا 3D دلوقتي فيها 10 إلكترونات. طيب نبص على الفضة، عددها الوزن الذري العالي الذري بتاعها 47. الـ 5S في إلكترون والـ 4D في 10. نبص على الذهب، 6S في 1 وال 5S في 10، دي في الحالة الذرية. طيب الحالة الذرية دي احنا شايفين فيها ان المستوى الفرعي دي مكتمل الالكترونات، هل على ذلك اقدر اعتبر هذه العناصر عناصر انتقالية ولا لا؟ نبص الاجابة، هنلاقي ان الفلزات العملة عناصر انتقالية، لان رغم امتلاء المستوى الفرعي دي، احنا قلنا دي ب 10 هنا ب 10 هنا ب 10 هنا في حالة الذهب، المستوى الفرعي دي رغم ان هو ممتلئ بالالكترونات الدي في 10 الكترونات في الحاله الذريه، الا ان عندما تكون في حاله التاكسد زائد 2 وزائد 3 يكون المستوى الفرعي دي غير ممتلئ. يبقى دلوقتي لما هنا افقد الكترونين وهنا افقد الكترونين وهنا افقد الكترونين، الايونات ديت ما زالت دي فيها 10، مجرد ما يخش في حاله التاكسد 3 الالكترونين اللي خرجوا ويبدا ياخد الكترون من هنا. تمام، هنا فقد الكترونين من هنا والكترون من هنا في الحاله ديت، الكترون من هنا واثنين من هنا وواحد من هنا كده الكترونين مفقودين، بالتالي يبقى حصلت على التاكسد 2. هنا فقد الكترون من هنا والكترون من هنا على التاكسد 2، في هذه الحاله فقدوا الالكترون من المستوى اس والالكترون من المستوى دي يديني على التاكسد 2. في الحاله دي هبقى عندي الاوربيتال دي بقى فيه 9 الكترون. طيب لو فقدنا الكترون من هنا واثنين من الاس والكترون واثنين الكترون من الدي، هوصل لعدد تاكسد 3، لان فقد الكترون من الاس والكترون واثنين الكترون من الدي كده فقد 3 الكترونات. 3 الكترونات في حاله فقد 3 الكترونات، واحد من الاس واثنين من الدي، هبقى عندي الدي ممتلئ ب 8 الكترونات. كون ان الاوربيتال دي فيه 8 او 9 الكترون، اذا هذه الحاله لهذا العنصر تفيد ان العنصر ده عنصر انتقالي. يبقى العنصر الانتقالي لازم يكون الاوربيتال دي غير ممتلئ سواء في الحاله الذريه او في حاله من حالات تاكسده. طيب على ذلك لو عندي فلز زي فلز الخرسين اللي هو فيه 30 الكترون على ذري 30، او الكادميوم 48، او الزئبق 80. طبعا الزنك تحتيه الكادميوم تحتيه الزئبق، دول في عمود او في مجموعه واحده. احنا قلنا في الجدول الدوري اللي بالعرض دي اسمها سلسله والرأسي ده اسمها مجموعه. فعندي الزنك والكادميوم والزئبق، هل اللي في نهايه في العمود النهائي اللي هو العمود 2B، الاقي ان المستوى الاخير بتاعه ممتلئ ب 10 الكترونات والاس بتاعه فيه 2 الكترون. هل هذه العناصر عناصر انتقاليه ولا لا؟ وهي التركيب الالكتروني للزد للخرسين للكادميوم
للزئبق هنلاحظ ان الاس فيه 2 الكترون والدي فيه 10. الكادميوم فيه 2 الكترون في الاس وفي الدي فيه 10. الميركري او الذهب الفضه الاس فيه 2 الكترون والدي فيه 10. هذه العناصر الثلاثه فوق بعضيهم في مجموعه اسمها 2 بي اللي هي اخر مجموعه في العناصر الانتقاليه، اخر مجموعه راسيه. الخرسين والكادميوم والزئبق. هذه العناصر لا تعتبر فلزات المجموعه دي لا تعتبر عناصر انتقاليه لان مستوى الدي بتاعها ممتلئ ب 10 الكترونات. مستوى الدي الاوربيتال دي بتاعها ممتلئ ب 10 الكترونات. حتى في الحاله الذريه، الحاله الذريه او في حاله عاده تاكسد زائد 2. حاله تاكسد زائد 2 هيفقد الاس هنا 2 الكترون. لكن ما زال الدي هنا فيه 10 الكترون. ما زال الدي فيه 10 الكترون. كون ان الدي ما زال فيه 10 الكترون اذا ممتلئ امتلاء كامل في هذه الحاله ما اقدرش اعتبر ان الخرسين او الكادميوم او الزئبق عناصر انتقاليه. طيب هنتكلم عن الخواص العامه لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى. السلسله الانتقاليه الاولى تبدا بالاسكندريوم زي ما قلنا وتنتهي بالخرسين. عايزين نبدا ندرس الخواص العامه لهذه الايه السلسله. اول حاجه هنتكلم على الكتله الذريه. الكتلة الذرية ديت هي كتلة النواة بتاعت أي ذرة، وهذه الكتلة ما بتقدرش بالجرام ولكن بتقدر بوحدة دولية، هذه الوحدة بيرمز لها بالرمز يو، والقيمة اللي جنبها هي قيمة رقمية من هذه الوحدة، فبزيادة العالي الذري تزداد الكتلة الذرية. طبعا احنا عارفين إن دلوقتي بتحرك من الاسكانديوم للتيتانيوم للفانديوم بيزيد العدد الذري معايا، بالتالي بيزداد عدد البروتونات جوه النواه، بالتالي بيزداد الوزن الذري جوه النواه. لكن الاقي مع زياده العدد الذري زادت الكتله الذريه تدريجيا وبيشذ عنصر النيكل عن زياده الوزن او الكتله الذريه، لان له خمس نظائر مستقره متوسط الحسابي لها 58.7 وحدة وزن ذري أو وحدة كتل ذرية. يبقى هنلاحظ دلوقتي إن بيزداد العدد الذري مع زيادة إيه؟ بيزداد العدد الذري مع بزيادة العدد الذري تزداد الكتلة الذرية للعناصر. انتقلنا من العنصر الإسكانديوم إلى عنصر الخرسين. ولكن بيشذ عن هذه القاعدة عنصر النيكل لأن هو ليه خمس نظائر مستقرة. متوسط الوزن الجزيئي او الكتله الذريه بتاعت بتاعت الخمس نظائر للنيكل حوالي 58.7، يعني قد تلاقي احد النظائر 57.6 او 58.6 او 58.5 وحده كتله ذريه او 58.9. مجموع الوزن الذري مجموع الوزن الذري لهذه الخمس نظائر على عددهم اللي هو يديني متوسط الحسابي للوزن الذري لهذه العناصر. هذا المتوسط في الوزن الذري للنيكل يساوي 58.7. طيب نتكلم عن الخاصيه الثانيه اللي عايزين نشير اليها في عناصر السلسله الاولى للعناصر الانتقاليه هو النصف القطر. نصف القطر ده يمثل حجم الذره. هل لما تنتقل من الاسكانديوم للتيتانيوم للفانديوم الى ان اصل الى الخرسين هذا التدرج هيزود نصف قطر الذره ولا هيقل ولا هيتنه ثابت؟ الدراسة عايزين نتابعها ونشوف هل نص قطر الذرة هيزيد يستتبعه زيادة حجم الذرة ولا هيتم مستقر. هنلاحظ ان مفيش تغير في انصاب اقطار ذرات العناصر الانتقالية الأولى كثيرا بزيادة العدد الذري. يعني المفترض ان في زيادة في العدد الذري، بالتالي المفروض هيزيد عدد الالكترونات في المستويات الخارجية. هل زيادة الالكترونات ديت هل بتزود حجم الذرة ولا بيتن حجم الذرة كما هو؟ فقال ان مفيش تغير في انصاف الاقطار. مفيش تغير في انصاف الاقطار مع انتقالنا من عنصر الاسكانديوم الى ان نصل الى عنصر الخرسين. ويلاحظ الثبات النسبي لنصف القطر من الكروم حتى النحاس. وده لسببين او عاملين متعاكسين. وده يجي لي سؤال علل. ليه بنلاحظ ثبات نسبي لنص القطر في الكروم حتى النحاس؟ اول عامل عندي ان يعمل نص
العامل الأول اللي بيأثر على ثبات النسبي لنصف القطر من الكروم حتى النحاس، هذا العامل بيعمل على نقص قطر الذرة، فبزيادة العائد الذري بيزيد شحنة النواة. زيادة العائد الذري بتؤدي لزيادة شحنة النواة. شحنة النواة لما تزيد هتزيد قوة جذب النواة للإلكترونات. جذب الإلكترونات بيؤدي إلى نقص في حجم الذرة. يبقى العامل الأول بيؤدي إلى إيه؟ إلى نقص قطر الذرة نتيجة زيادة العائد الذري، فزيادة شحنة النواة زيادة الكتلة الذرية أدى إلى جذب الإلكترونات، فبيؤدي إلى نقص نص القطر الذري، فيسبب إلى نقص حجم الذري. يبقى نقص نص القطر بتاع الذرة يؤدي نقص الحجم الذري نفسه. العامل الثاني بيعمل على زيادة نص قطر الذرة، فبزيادة العائد الذري بزياده العائد الذري تزداد عدد الالكترونات المستوى الفرعي 3D، وزياده عدد الالكترونات هيؤدي الى تنافر بين هذه الالكترونات. زياده عدد الالكترونات في مستوى 3D هيؤدي تنافر بين هذه الالكترونات، يسبب زياده في حجم الذره، هيسبب زياده في حجم الذره. يبقى العامل الاولاني زياده الوزن الذري يؤدي الى زياده الكتله الذريه وتجاذب الالكترونات مع النواه ونقص نصف قطر الذره. طيب زيادة عائد الذري هيؤدي ان الالكترونات هتزيد في الاوربيتال دي، المستوى 3D هتزيد في الالكترونات، يحصل تنافر بينهم من هذه الالكترونات فيؤدي الى زيادة الحجم. زيادة الحجم مرة تانية ده عكس جذب، عكس العامل، عامل جذب النواة اللي زاد فيها وزنها او كتلتها الذرية لجذب الالكترونات. هذا التناقض بين الحالتين او العاملين، قوة جذب النواة وقوة التناقض الالكترونات اللي عايزة تخلي حجم النواة يزيد مرة تانية، هذا تضاد في العاملين يخلي نصف قطر الذرة إلى حد ما مستقر، والتغير في الحجم الذري يكاد يكون محدود أو يكاد يكون نصف قطر الذرة من انتقال من عنصر الاسكانديوم إلى الخرسين يكاد يكون إيه؟ ثابت. وهنلاحظ ده أكتر في الانتقالنا في العنصر من عنصر الكروم إلى عنصر النحاس. يجي سؤال يقول علل تستخدم العناصر الانتقالية في صناعة السبائك بسبب الثبات النسبي لانصاف الاقطار، انصاف اقطار الذره ذراتها. يبقى هذه الخاصيه في ثبات نصف او تقارب نصف قطر الذره او حجم الذري للعناصر الانتقاليه ادى ان نقدر استعمل هذه العناصر كسبائك مع بعضها. ولما بعمل سبيكه من عنصرين من العناصر الانتقاليه ده بيديني خواص جديده للسبيكه اللي فيها عنصرين من هذه العناصر. هذه الخواص بتبقى خواص تحسين من خواص العنصر الاول والعنصر الثاني. فالخواص الضعيفه المفقوده من كل عنصر بتكتمل باتحاد عنصرين مع بعض وصناعه سبيكه من هذين العنصرين. طبعا احنا عندنا هنا صوره بتمثل جزيء الفلور اللي هو بنسميه الفلورين، عشان هنا عايز اوضح ان في رابطه تساهميه بين ذره الفلور والذره الثانيه، ووضح لي هنا في الصوره نص قطر الذره اللي بيمثل هذا نص القطر ده يمثل حجم للنواة. كل ما يزيد نص القطر يؤدي ان الحجم بيزيد، كل ما يقل نص القطر الحجم بيقل. ولكن تغير نص القطر دوت بالزيادة او بالنقصان مرتبط بعامل قلنا عليهم، عامل قوة جذب النواة. قوة الجذب مرتبطة بزيادة الوزن الذري وزيادة عدد البروتونات جوه النواة تقوي قوة الجذب للنواة للإلكترونات. وفي نفس الوقت الالكترونات اللي في المستويات الخارجيه اللي بتزيد بيحصل بينها تنافر وبينها وبين بعضها، فتبقى عايزه تتنافر وتبعد وهتزود حجم الذره. ولكن العاملين دول متضادين. في حاله العناصر الانتقاليه تضاد هذين العاملين، قوه تجاذب النواه وتنافر الالكترونات في المستويات، تخلي في نوع من الاستقرار وتقارب في قيم نص قطر الذره في العناصر الانتقاليه من الاسكانديوم الى الخرسين. طيب الخاصية الثالثة هي الخاصية الفلزية. احنا اتكلمنا ان في حاجة اسمها عناصر فلزية وعناصر لا فلزية. وكنا بنتكلم في جدول الدوري الفئة اس والفئة بي. الفئة اس اللي في يمين شمال الجدول دي بنسميها عناصر فلزية، والعناصر اللا فلزية في يمين الجدول هي عناصر الفئة بي. طيب هل بقى العناصر الانتقالية ليها خواص فلزية ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الخاصية الثالثة. فيتضح
تتضح الصفة الفلزية لهذه العناصر بوضوح فيه، وذلك هتتضح فيه جميعها فلزات صلبة. يبقى العناصر الانتقالية بتاعت السلسلة الأولى ديت كلها فلزات صلبة. طبعا احنا عارفين ان الفلز كصفات كيميائية كنا عارفينها عن الفلز انه بقى له بريق معدني، موصل جيد للكهرباء، موصل جيد للحرارة، كانت صفات أساسية في الفلزات. فهنلاحظ هنا في العناصر الانتقالية ان جميع الفلزات صلبة لها بريق ولمعان جيد التوصيل للحرارة والكهرباء، ودي خواص الفلزية بصفة عامة متوفرة في السلسلة الأولى العناصر الانتقالية. وتوفرها في السلسلة الأولى العناصر الانتقالية تدي لهذه العناصر الصفة الفلزية. تاني حاجة درجة انصهارها انصهار وغليانها مرتفعة. يبقى دلوقتي الفلزات من ضمن صفاتها ان درجة انصهارها او غليانها مرتفعة، بمعنى ان هي في الحالة الطبيعية في درجة حرارة الغرفة العادية هي في صورة صلبة. الفلزات مفيش فلز سائل في الحياة في في في, في درجة حرارة الغرفة العادية، كل الفلزات مالها هذه الفلزات كلها بتبقى في صورة صلبة في درجة حرارة الجو العادية، بل درجة انصهارها بتبقى عالية شوية. هيتحمل حد يقول لي ان الزئبق دوت فلز. صحيح احنا بنعتبر الفلز ده الزئبق فلز ومن فلز وفلز سائل، لكن احنا صنفناه دلوقتي انه ضمن العناصر الانتقاليه اللي موجوده في الجدول الدوري، ولكن برضه خصناه ان هو ما يعتبرش عنصر انتقالي لاكتمال المستوى دي بتاعه ب 10 الكترونات لحد عدد تاكسر 2 اللي هو لما يفقد الكترونين من المستوى اس. فالبعض بيصنف ان الزئبق دوت فلز مائع او فلز سائل. ليه بقى؟ لانه له بريق معدني، ودي خاصيه من خواص الفلزات. وقد يصنف وصنفناه من شويه ان هو لا يعد عنصر انتقالي في حالته الذريه او في حاله عدد التاكسد زائد 2، لان لما في حالته الذريه المستوى دي مكتمل ب 10 الكترونات، واحنا قلنا العناصر العنصر الانتقالي هو عنصر الاوربيتال دي بتاعه او الغلاف دي بتاعه غير مكتمل. فالزئبق مكتمل ب 10 الكترونات في المستوى دي 3 دي بتاعه، المستوى دي بتاعه مكتمل ب 10 الكترونات. ولو بصينا حاله التاكسد ليه هياخد الكترونين من المستوى اس، فاخد الالكترونين من المستوى اس هيخلي الدي ما زال مكتمل. طب هل ممكن يبقى ليه عدد تاكسد اعلى من 2؟ طبعا ده صعب جدا انه يفقد الزئبق الكترون في وضع ان هو مكتمل ب 10 الكترونات، وعشان يفقد الكترون ويبقى فيه 9 بس، ده طبعا شيء محتاج طاقه عاليه جدا، لان هو في حاله استقرار في حاله اكتماله ب 10 الكترونات. ففي حالته الذريه او في حاله عدد التاكسد زائد 2، هذه الحاله الحالتين دول تجعله عنصر لا غير انتقالي، ليس عنصر انتقالي. ولكن لا خاص في فلزيه لان هو له بريق معدني، ولكن فلز ليس صلب. العناصر السلسله الاولى من العناصر الانتقاليه كلها عناصر صلبه ولها درجه انصهار عاليه ودرجه غليان عاليه، لان قوه الترابط بين ذراتها نتيجه اشتراك الالكترونات 3 دي وال 4 اس في هذا الترابط. يبقى ليه عناصر الانتقاليه بتاعت السلسله الاولى صلبه لدرجه انصهارها عاليه لدرجه انصهارها ودرجه غليانها عاليه؟ لان الالكترونات بتاعت الفور اس والثري دي مشتركه في الكترونات، ومشتركه في الالكترونات ديت تخلي قوه الترابط بينها عاليه، بالتالي بتخلي العنصر ثباته عالي انه يتحول من الحاله السائله للحاله من الحاله الصلبه للحاله السائله، او من الحاله السائله الى الحاله الغازيه. اذا دلوقتي عندي سلسله العناصر الانتقاليه الاولى عناصرها درجه انصهارها عاليه ودرجه غليانها عاليه. أين تميز سلسلة العناصر الانتقالية الأولى؟ إنها كثافتها عالية. وتزداد كثافة هذه السلسلة بالزيادة العالي الذري. يبقى كل ما انتقل من الإسكانديوم للتيتانيوم للفانديوم هذا الانتقال بيزيد في العالي الذري، بالتالي بيزيد كثافة الذرة هذه الذرات. زيادة هذه الكثافة بزيادة العالي الذري يجي لي سؤال عليه هيقول لي ليه بتزيد كثافة مع زيادة العالي الذري؟ أول حاجة تزداد كتلة الذرة مع ثبات النسبي للحجم. طبعا احنا عارفين ان الكثافه كتله على الحجم. فدلوقتي انا عندي الكتله بتاعتي بتزيد، النواه بيزيد فيها الكترون، بيزيد فيها بروتون، بيزيد فيها بروتون من الانتقال من الاسكانديوم للتيتانيوم للبلاديوم الى ان اصل للخرسين. فالوزن او الكتله بتزيد.
والحجم احنا قلنا شبه مستقر او شبه ثابت، لان خلاص احنا قلنا نص القطر ثابت، اذا الحجم ثابت فلا بيزيد كتله العنصر الانتقالي على نفس الحجم تزيد الكثافه. اذا دلوقتي خاصيه الكثافه بالنسبه لعناصر السلسله الاولى الانتقاليه بتزيد الكثافه للعنصر الانتقالي مع زياده الوزن او الوزن الذري بتاعه لزياده العائد الذري. يبقى زياده العائد الذري من الاسكندريوم الى الخرسين يؤدي زياده الوزن الذري او زياده الكتله الذريه للعنصر على نفس الحجم الثابت، اذا الكثافه هنا بتزيد معاه. يبقى دلوقتي هنا زياده الكتله الذريه مع ثبات النسبي للحجم الذري يؤدي لزياده الكثافه. تاني حاجه تباين النشاط الكيميائي لها، بعضها محدود النشاط زي النحاس، النحاس نشاطه ضعيف شويه، بعضها متوسط النشاط مثل الحديد، الحديد انشط من النحاس نشاط كيميائي، يعني تفاعل مع بخار الماء مع الهواء مع مواد مع عناصر اخرى، ده اسمه نشاط كيميائي، يعني تعامل او تفاعل العنصر مع عناصر اخرى او مع غازات اخرى، تفاعل مع الوسط المحيط. يبقى عندي هنا بعض عناصر شحيح نشاطها ضعيف زي النحاس، بعضها متوسط النشاط زي الحديد الذي يصدأ عند تعرضه للهواء الرطب. يبقى دلوقتي الحديد لما بيتعرض للهواء يبدأ يحصل له نوع من الصدى، ده تفاعل مع الوسط المحيط، ده نوع من النشاط لعنصر الحديد، هذا النشاط أكثر من نشاط النحاس مع الهواء. ويكون وبعض العناصر شديدة، بعض هذه العناصر شديدة النشاط زي الاسكنديوم الذي يحل محل الهيدروجين، هيدروجين الماء. يبقى أي عنصر يحل مكان الهيدروجين ده بسميه عنصر نشط، زي الصوديوم كنا بندرس زمان السلسلة الكهروكيميائية، أي عنصر قبل الهيدروجين بيطرد الهيدروجين من حمض أو من الملح بتاعه، فطرد الهيدروجين دوت معناه نشاط لهذا العنصر، العنصر ده قوي لدرجة إنه يقدر يشيل الهيدروجين ويحل مكانه. طيب رابع خاصية من خواص العناصر الانتقالية الخواص المغناطيسية، ودي نقطة مهمة جدا، لأن كنا واحنا صغيرين عارفين إن الخاصية المغناطيسية دي بنشوفها في الحديد، الحديد نقول عليه بيتمغنط مع المغناطيس أو بينجذب للمغناطيس المغناطيسي، لكن في عناصر أخرى بتنجذب للمغناطيس المغناطيسي. طيب عايزين نفهم بقى ايه هي الخاصيه المغناطيسيه اللي تخلي عنصر ينجذب للمجال او ما ينجذبش للمجال. فالخواص المغناطيسيه بندرس الخواص المغناطيسيه للعناصر الانتقاليه. فدراسه الخواص المغناطيسيه كان ليه دور في فهمنا لكيمياء العناصر الانتقاليه. ازاي؟ يوجد انواع مختلفه من الخواص المغناطيسيه، هندرس من الخاصيه الباره مغناطيسيه والخاصيه الضايه مغناطيسيه. يبقى احنا دلوقتي هنصنف الخواص المغناطيسيه الى خاصيتين اساسيين دلوقتي هندرسهم، خاصيه البارامغناطيسيه والخاصيه الضايه مغناطيسيه. الخاصيه البارامغناطيسيه خاصيه تظهر في الايون او الذره او الجزيء، يعني مش شرط بتكلم عن هذه الخاصيه في للعنصر في حاله ذريه فقط، لا ممكن في الحاله الايونيه او لو في حاله جزيئيه. تمام، هذه الخاصيه تظهر في الذره او في الجزيء نتيجه وجود الكترونات مفرده في الاوربيتال في الاوربيتالات، يبقى وجود الكترونات مفرده في الاوربيتالات، بالذات الاوربيتال دي بنتكلم عنه في الخواص الانتقاليه، هذه الالكترونات المفرده تظهر لي خواص مغناطيسيه للعنصر. وينشا عن الحركه المغزيه للالكترونين الالكترون المفرد حول محوره ظهور مجال مغناطيسي. يبقى الاوربيتال سواء اس او دي يبقى فيه الكترونين، الالكترونين دول بيبقوا عكس بعض في الحركه المغزيه بتاعتهم، واحد في اتجاه والتاني في اتجاه الاخر. طيب لما يكون الاوربيتال دوت فيه الكترون واحد، هذا الالكترون في الحركه المغزليه بتاعته هو الدوران حول نفسه بيعمل مجال مغناطيسي. طيب لما يكون عندي الكترونين في اوربيتال واحد، يعني عندي الكترون اهو في نفس الاوربيتال بس واحد في اتجاه والتاني في اتجاه معاكس، كل واحد بيدور في اتجاه عكس الاخر، هذا المجال بيلاشي المجال الاخر. في الحاله ديت يبقى الخاصيه المغناطيسيه بتساوي صفر لما يحصل ازدواج لالكترونين في اوربيتال واحد. ازدواج الكترونين في اوربيتال واحد المجال الاول بيلاشي هذا المجال الاخر، وتبقى الخاصيه المغناطيسيه لهذا الاوربيتال بتساوي صفر. اذا دلوقتي وجود الكترون واحد في اوربيتال وبيدور حوالين نفسه، هذا الدوران بنسميه دوران مغزلي بيظهر مجال مغناطيسي.
جاما كده صغير على قدر هذا الالكترون في هذا الاوربيتال او في هذا المكان. يبقى مجرد ما يكون عندي الكترون مفرد في اوربيتال، هذا الالكترون المفرد في الاوربيتال بيدور حوالين نفسه ويعمل دوران مغزلي يولد مغال مغناطيسي محدود على قدر هذا الالكترون. هذا المجال يتجاذب مع هذا المجال الناتج عن دوران الالكترون حول نفسه جوه الاوربيتال داخل الاوربيتال بيتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي. المادة البرمغناطيسية مادة تتجاذب مع المجال المغناطيسي نتيجة وجود الكترونات مفردة في اوربيتالاتها. مثال ايون النحاس 2، الدي بتاعه فيه 9 الكترون. يبقى ايون النحاس 2 الدي بتاعه فيه 9 الكترون. فاكرين النحاس كان فيه العدد الذري 29، كان الغلاف اس فيه الكترون والغلاف دي فيه 10 الكترون عشان يبقى في حالة استقرار، كان بياخد الكترون من الاس ويكمل بيه الغلاف دي يبقى فيه 10 الكترون. لما يوصل لحالة التأكسد يفقد الكترون واحد، ادي حالة اول حالة تأكسد، ما زالت دي فيه 10 الكترون. وهذه الالكترونات العشرة كل الكترونين مزدوج، كل اثنين الكترون مزدوجين في احد اوربيتالات الدي. لكن لما ابدا افقد الالكترون الثاني وصلنا لعدد تأكسد 2، يبقى النحاس 2 فقد 2 الكترون، الكترون من الاس والكترون من الدي، يبقى في الدي عندي 9 الكترونات. 9 الكترونات دول فيهم غلاف او فيهم اوربيتال منهم فيهم الكترون واحد، هذا الالكترون ليه دوران مغزلي يتجاذب مع المجال الخارجي. يبقى ايون نحاس 2 الدي بتاعه فيه 9 الكترون، وايون الحديد 2 فيه 6 الكترون، الدي فيه 9 6 الكترون. 6 الكترون يعني 5 في حالة انفراد والاوربيتال الثالث في حالة الزواج، يبقى لي عندي 4 الكترونات في حالة انفراد تعمل مجال مغناطيسي ينجذب للمجال الخارجي. طيب الخاصيات دايما احنا اتكلمنا عن الخاصيه البارامغناطيسيه اللي هي خاصيه تنتج عن وجود الكترون مفرد في اوربيتال، هذا الالكترون المفرد بيولد مجال مغناطيسي ينجذب للمجال الخارجي. الخاصيه الدايماغناطيسيه هي خاصيه ازدواج الكترون الالكترونات في الاوربيتال، ازدواج الالكترونين في اوربيتال واحد تلغي هذا المجال المغناطيسي، تلغي انجذابه للمجال المغناطيسي الخارجي. فالخاصيه الدايماغناطيسيه خاصيه تظهر في الايون برضه او الذره او الجزيء نتيجه وجود جميع الالكترونات في حاله ازدواج. وعندنا الصورة هي موضحة، الالكترون بيدور في اتجاه والتاني بيدور في اتجاه المعاكس داخل الاوربيتال. الدوران الالكترون عكس الالكترون التاني بيلاشي المجال بتاعه. اذا مبقاش فيه مجال مغناطيسي لهذه الالكترونات يتجاذب مع اي مجال مغناطيسي خارجي. لان كل دوران مغزلي للالكترون لاشى دوران المجال المغناطيسي المتولي للالكترون الاخر. بقى المحصلة العزل المغناطيسي للالكترونين بتساوي صفر. فغزل كل الكترون في حالة ازدواج يكون في اتجاهين متضادين ويكون عزمهما المغناطيسي يساوي صفر. طيب يبقى المادة الدايماغناطيسية مادة تتنافر مع المجال المغناطيسي. تتنافر ليه مع المجال المغناطيسي؟ نتيجة وجود جميع الكتروناتها في حالة ازدواج في اوربيتالاتها. مثال لذلك ذرة الخرسين. حتى وإن فقد الخرسين 2 الكترون من الفور اس وبقى ايون زائد 2 او حاله تاكسد للخرسين زائد 2، الا ان الاوربيتال دي بتاعه كل الكتروناته مزدوجه، ال 10 الكترونات كل غرفه فيها 2 الكترون بيدور عكس بعض، اذا مفيش مجال مغناطيسي، ما قلناش عازم مغناطيسي يتجاذب مع المجال الخارجي. لذلك بقى عايزين نعرف العازم المغناطيسي هو عدد الالكترونات المفرده الموجوده في الاوربيتالات. العازم المغناطيسي هو عدد الالكترونات المفرده الموجوده في الاوربيتالات. والعدد المغناطيسي في العناصر الانتقاليه هو عدد الالكترونات المفرده في اوربيتالات المستوى دي. يبقى لان الدراسه بتاعتنا العناصر الانتقاليه مرتبطه بالمستوى دي في العنصر الانتقالي، فبنبحث عن في الكترونات مفرده في الاوربيتال دي ولا لا. وجود الالكترونات المفرده يدينا عزم مغناطيسي. الالكترونات المستوى دي حاصل فيها ازدواج واكتمل الغلاف المستوى الاوربيتال دي ب 10 الكترونات، كل اوربيتال فيه مزدوج فيه الكترونين، اذا في حاله اكتمال الالكترونات وازدواج هذه الالكترونات لا ينتج عنه مجال مغناطيسي. يبقى العناصر الانتقاليه العزم المغناطيسي في العناصر الانتقاليه هو عدد الالكترونات المفرده في الاوربيتال المستوى دي.
والمادة البرمغناطيسية عزمها يكون أكبر من أو يساوي الواحد، بينما المادة الدايمغناطيسية عزمها يساوي صفر. يبقى المادة البرمغناطيسية يا إما تكون أقل حاجة فيها يكون في عندي إلكترون واحد بيعمل مجال مغناطيسي ينجذب للمجال الخارجي، أقل حاجة في العنصر الانتقالي عشان أقول عليه مادة بارامغناطيسية يكون فيه إلكترون واحد مفرط أو أكتر. إنما المادة الدايمغناطيسية عزمها بيساوي صفر لأن كل الأوبيتالات بتاعتها الإلكترونات فيها مزدوجة. طيب إيه أهمية العزم المغناطيسي؟ بيحدد عدد الإلكترونات المفردة، بالتالي بتحدد التركيب الإلكتروني لأيون الفلز. لما يجي سؤال يقول لي كي يمكن تحديد التركيب الإلكتروني للمادة من قياس عزمها المغناطيسي؟ لإمكانية تحديد عدد الإلكترونات المفردة وتحديد التركيب الإلكتروني لأيون الفلز حيث يتناسب قيمة العزم المغناطيسي طرديا مع عدد الإلكترونات المفردة في الدي. كل ما زيد عدد الإلكترونات المفردة في الدي يزيد العزم المغناطيسي. طب أقل عزم مغناطيسي عندي يساوي واحد، ممكن يبقى اتنين، ممكن تلاتة، ممكن أربعة، ممكن يبقى خمسة. طيب هديني سؤال يقول لي رتب الكاتيونات. طبعا الكاتيونات كلمة كاتيون مقصود بها الأيون الموجب، والأنيون هو الأيون السالب. رتب كاتيونات المركبات التالية تصاعديا حسب عزمها المغناطيسي. مديني أمثلة، التي أي أو 2 تيتانيوم أوكسيد أو أكسيد التيتانيوم، وكلوريد النحاس، وكلوريد الحديد، وأكسيد الكروم. هذه المركبات احنا عايزين نرتبها حسب عزمها المغناطيسي. يعني ايه ترتيب حسب العزم المغناطيسي؟ ترتيب حسب العزم المغناطيسي مقصود بيه ان انا همسك كل مركب من دول واجيب العنصر الانتقالي واعمل له توزيع الكتروني وارتبه تصاعديا، اقلهم في عدد الالكترونات المفرده اللي في الاوربيتال دي، وبعد كده الاعلى شويه، وبعد كده الاعلى شويه، يعني اللي فيه الكترون واحد اقلهم عزم مغناطيسي. طب لو في اوربيتال عنصر تاني فيه اتنين الكترون مفرد منفردين يبقى العزم المغناطيسي اعلى، لو الاوربيتال فيه ثلاث الكترونات مفرده يبقى العزم المغناطيسي اعلى واعلى، لو فيه خمس الكترونات مفرده يبقى ده اعلى قيمه لعنصر انتقالي لها عزم مغناطيسي. فعندي هنا هعمل التوزيع الالكتروني للتيتانيوم، للنحاس، للحديد، للكروم في المركبات ديت، واداني اشاره ان عدد اكسو الاكسجين ناقص اتنين والكلور ناقص واحد عشان اطلع الايون المقابل. يعني انا لما يكون عندي الاكسجين ناقص اتنين اطلع الايون المقابل في انهي حاله التاكسد، لما يكون عندي الكلور ناقص واحد اطلع النحاس في انهي حاله التاكسد، حاله التاكسد احادي ولا ثنائي، حاله الكلور حاله التاكسد ناقص واحد يبقى الحديد حاله تاكسده قد ايه، الكروم حاله تاكسد الكروم ناقص اتنين، طب الاكسجين ناقص اتنين يبقى الكروم تاكسده قد ايه. انا هديكم المعلومه ببساطه جدا كده بحيث ان كنتوا تعملوا التوزيع ده وتتراجعوا على اللي انا هقوله، ان الكروم هنا في حاله تاكسد ثلاثه، الحديد حاله تاكسد ثلاثه، النحاس في حاله تاكسد احادي، والتاني في حاله تاكسد رباعي. اعملوا التوزيع الالكتروني دوت وحلوا المساله ديت بحيث نشوف نرتب من الاقل للاعلى، اقل في عدد الالكترونات المفرده الى اعلى واحد في الالكترونات المفرده، مع زياده عدد الالكترونات المفرده يزيد العزم المغناطيسي. طيب خامس خاصيه بنتكلم عنها في من خواص العناصر الانتقاليه او العنصر الانتقالي، خاصيه النشاط الحبسي. احنا قلنا ان العناصر الانتقاليه بتخش في تفاعلات كيميائية كعامل حفاز، وقلنا العامل الحفاز اللي هو الكاتاليست بيساعد التفاعل ان يتحرك من اتجاه المتفاعلات الى اتجاه النواتج، لان بيكون معدل التفاعل بطيء جدا وقد لا يحدث تفاعل الا في وجود حافز. يبقى احنا دلوقتي بنحفز التفاعل بوجود مادة حافزة تخش في التفاعل تساعد المتفاعلات انها تحصل بينها تفاعل بينها وبين بعضها وتؤدي للنواتج، مع الاحتفاظ بالماده الحافزه بخواصها ما بيحصلش فيها اي تغير. يبقى التغير بيحصل في التفاعل بيحصل على المتفاعلات فقط. المتفاعلات دي تدي نواتج جديده، ويتن ما زال في وسط التفاعل العنصر الحافزي او الماده الحفازه ما بيحصلش اي تغير كيميائي.
فالخواص العناصر الانتقاليه بتاعت السلسله الاولى لها خواص حفزيه، تقدر تخش في تفاعلات وتسرع من التفاعلات وتحفز هذه التفاعلات الى ان تصل الى نواتج التفاعلات. فاعتبر العناصر الانتقاليه عوامل حفزيه مثاليه. هنا يجي لي سؤال، علل ليه العناصر الانتقاليه تعتبر عوامل حفزيه مثاليه؟ لان الالكترونات المستوى 4s و3d تستخدم في تكوين روابط بين الجزيئات، جزيئات ايه؟ المتفاعلات. يبقى دلوقتي المتفاعلات دي ما كانتش عايزه تشتغل، الوسط المحيط بيها مش مساعد انها تتفاعل مع بعضها، فوجود الكترونات ال 4s و3d بتاعت العنصر الانتقالي المستخدم كعامل حفاز بتخش في التفاعل وتحفز التفاعل انه يبدا يتحرك معاه. يبقى الكترونات ال 4s و3d تستخدم في تكوين روابط بين جزيئات المتفاعلات وسطح الفلز. يبقى الفلز ده بيخش في التفاعل، سطحه بيتم التفاعل مع سطحه من خلال الكترونات المستوى ال 4s و3d، تدخل المتفاعلات مع الكترونات السطح بتاعت سطح الفلز ويبدا يحصل التفاعل، فيؤدي الى تركيز هذه المتفاعلات على سطح الحافز. يبقى الماده الحفازه اللي عندي الكترونات المستوى 4s و3d بتخش مع المتفاعلات تحفز تفاعلها وترابطها، ترابط هذه الجزيئات مع هذه الالكترونات، وتتفك الروابط بين المتفاعلات عشان ترتبط بالالكترونات السطح بتاعت الحافز، وتبدا تتكون روابط جديده بين جزيئات المتفاعلات تدي نواتج جديده. مين الوسيط في هذا الامر؟ الماده الحفازه. استخدمت ايه في نشاطها الحفزي؟ الكترونات المستوى 4s والمستوى 3d. وهدف الرابطه في الجزيئات المتفاعله وتقل طاقه التنشيط. يبقى التفاعل عشان يتم لازم افك الروابط بين المتفاعلات. عشان افك الروابط دي محتاج اضعف هذه الرابطه. عشان اضعف هذه الرابطه محتاج استخدم الكترونات سطح الماده الحفازه بتاعت العنصر الانتقالي، تاخد هذه العناصر المتفاعله وتمتزها على سطح الماده الحفازه. تفاعل هذه الالكترونات مع المتفاعلات تبدا تضعف الرابطه بين جزيئات المتفاعلات، وتبدا تتكون روابط جديده. وهحتاج طاقة تنشيط أقل. طاقة التنشيط دي اللي تولدت من وجود حافز في وسط التفاعل ما كانتش موجودة، ما كانتش مش قادر أفك الرابط بين المتفاعلات عشان تدي نواتج جديدة. مين ضعف الرابط بين المتفاعلات؟ المادة الحفازة بوجود الإلكترونات الـ 4s والـ 3d. هذا تفسير الأداء الحفزي للعنصر الانتقالي اللي يستخدم كمادة حفازة. هذا العنصر الانتقالي اللي يستخدم كمادة حفازة أدى إلى تقليل طاقة التنشيط وزود سرعة التفاعل بين المتفاعلات اللي كانتش عايزة تتحرك تدي نواتج جديدة. هندي أمثلة لهذه هذه التفاعلات. تفاعل خامس أكسيد الفانديوم، تفاعل بيستخدم فيه خامس أكسيد الفانديوم كعامل حفاز في تحضير حمض الكبريتيك. عشان أحضر حمض الكبريتيك بفاعل ثاني أكسيد الكبريت، ده غاز مع غاز الأكسجين. المفروض الأكسجين يتفاعل مع ثاني أكسيد الكبريت عشان يدي ثالث أكسيد الكبريت. بستعمل هنا خامس أكسيد الفانيليوم كعامل حفاز. كسر الروابط بين جزيء بين ذرات جزيء ثاني أكسيد الكبريت وذرات وجزيء الأكسجين بين ذرات هذا الجزيء عشان أضعف هذه الروابط وأعمل مركب جديد اسمه ثالث أكسيد الكبريت، ده برضه غازي، محتاج أستعمل لي مادة حفازة اسمها خامس أكسيد الفانيليوم. خامس أكسيد الفانيليوم ده بتستعمله كحافز عند درجة حرارة 450 يدي ثالث أكسيد الكبريت. كل جزيئين من ثالث أكسيد الكبريت يتفاعلوا مع المية يديني حامض الكبريتيك. الحديد المجزأ بيستخدم كعامل حفاز في تحضير النشادر بطريقة هابر بوش. يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا عن الفانديوم، اتكلمنا عن الحديد، دي كلها عناصر انتقالية بتخش فيه كعامل حفاز في تفاعلات معينه احنا اشرنا ليها اهي. فالحديد بيخش كعامل حفاز في تحضير النشادر بطريقه هابر بوش. فعندي هنا غاز النيتروجين مع الهيدروجين عند درجه حراره 500 وعند 600 ضغط جوي اللي هو 600 اتموسفير يديني جزيئين من النشادر في وجود الحديد كعامل حفاز. طبعا هو قال حديد مجزأ. يعني ايه حديد مجزأ؟ يعني هو ما بيستعملش الحديد في صورته المعدنيه بالشكل اللي قدامنا، ولكن
بيجزئوا لصورة برادة حديد عشان يزود مساحة السطح اللي هتحصل عليها التفاعل، تفاعل غاز، أو مش التفاعل اللي هو انجذاب غاز النيتروجين على سطح جزيئات الحديد أو غاز الهيدروجين، وإضعاف الرابط بين النيتروجين بين ذرات الهيدروجين وإضعاف الرابط بين ذرات الهيدروجين عشان يحصل تفاعل سهل بعد كده بين ذرة نيتروجين مع ذرة الهيدروجين ويكون جزيء جديد اسمه جزيء النشاتر. يبقى هنا بستعمل الحديد في صورة مجزأة، يعني زي صورة برادة حديد في صورة جزيء في صورة متفتتة، عشان بيبقى عندي مساحة سطح كبيرة تسهل وتسرع عملية التفاعل. والنيكل المجزأ أيضا بيستعمل في عمليات هدرجة الزيوت كمادة حفازة. هدرجة الزيوت إن جزيئات الزيوت دي أعمل لها هدرجة، يعني أدخل عليها ذرات هيدروجين، كأني أعمل لها اختزال. الهدرجة إن أنا أدخل عليها ذرات الهيدروجين. هذا التفاعل عشان يتم وأدخل ذرات هيدروجين على جزيئات مادة الزيت أو الزيوت بيحتاج مادة حفازة، فاستعمل فيها النيكل المجزأ كمادة حفازة عشان تتم هذه الهدرجة. طيب الخاصية السادسة للعناصر الانتقالية، الخاصية السادسة في العناصر الانتقالية هي الأيونات الملونة. برضو عايز أعرف إمتى بشوف مادة بصورة ملونة أو مادة بصورة غير ملونة، وايه هو اللون، وليه انا بشوف اللون، يعني بشوف حاجه احمر او اخضر او ازرق. هندرس الخاصيه ديت ونعرف ايه علاقتها بالعناصر الانتقاليه. معظم مركبات العناصر الانتقاليه البحريه المائيه تتميز بكونها ملونه علي. ليه العناصر الانتقاليه ومحاليلها المائيه تتميز بان هي ملونه؟ بسبب امتلاء الجزيء من الكترون لتسعة الكترون في اوربيتات المستوى الفرعي دي. يبقى الاوربيتال دي لما يكون ممتلئ بالالكترونات من 1 إلى 9، هذا العدد بحيث ما يكتملش الى 10، امتلاء جزئي للعناصر الانتقاليه من الكترون الى 9 الكترونات. هذا الامتلاء الجزئي لهذه الاوربيتالات لهذا الاوربيتال دي، وجود الكترونات مفرده في الاوربيتالات دي، هذه الالكترونات مفرده تدي اللون اللي عندي. يبقى انا هشوف العنصر الانتقالي ملون بسبب وجود الكترونات مفردة في الاوربيتال دي، وذلك هيتوفر لما الاقي الكترون لحد 9 الكترون في اي عنصر من العناصر الانتقالية. وتكون ايونات بعض العناصر الانتقالية غير ملونة عندما تكون اوربيتالات الدي فارغة. يبقى الاوربيتال دي لو فارغ او ممتلئ بالالكترونات هلاقي العنصر هنا غير ملون. يبقى لازم يكون الاوربيتال دي في الكترونات مفردة. دلوقتي هلاقي في تشابه في الألفاظ بين موضوع ان اوربيتال فاضي واوربيتال نص ممتلئ واوربيتال مليان وكلام زي كده، ولكن كل صفة من الصفات ديت مرتبطة بعامل معين. لما كنا بنتكلم عن اوربيتال دي يكون فارغ او نصف ممتلئ او ممتلئ، ده مرتبط بحالة الاستقرار للعنصر الانتقالي. لما نيجي نتكلم على ان العنصر الانتقالي الاوربيتال دي فيه بيكون فيه عناصر فيه الكترونات مفرده، ده بيؤثر على ان الماده تكون ليها خاصيه البارامغناطيسيه، ليها مجال مغناطيسي يتجاذب مع المجال الخارجي. وجود الكترونات مفرده في العنصر الانتقالي يخلي العنصر الانتقالي له لون. طيب لما يكون الاوربيتال دي فارغ او ممتلئ ب10 الكترونات، يبقى هذا العنصر ليس له لون او عديم اللون. ايونات العناصر غير الانتقالية ومركباتها غير ملونة، لأن الأوربيتال دي فيها تكون فارغة، دي بتساوي صفر، دي بتاعها بيساوي صفر، متأثر دي مفهوش الكترونات. يعني تفسير اللون في المواد، عايز أفسر بقى اللون ده بيظهر ليه. الأول نعرف في حاجة اسمها ألوان، وفي اسماء حاجه اسمها الوان متممه. فهيفسر لي انا بشوف اللون ده ازاي. يظهر اللون للماده بسبب امتصاص الماده لبعض فوتونات الضوء المرئي. يبقى الضوء المرئي اللي ساقط على الاجسام بيسقط في صوره فوتونات تسقط على الاجسام. هذا الجسم بيمتص هذه الفوتونات الضوئيه، بيمتص جزء من هذه الفوتونات ويعكس البعض.
فلما تسقط فوتونات الضوء المرئي اللي هو الضوء الابيض على الاجسام وعدم امتصاص البعض الاخر، فترى العين الماده بمحصله الالوان التي لم تمتص. يبقى الجسم بيمتص بعض فوتونات الضوء الابيض او الضوء الساقط عليه وتعكس البعض الاخر. يبقى الجزء اللي هو لم يمتص من هذه الفوتونات اللي هو الجزء المنعكس للعين هو اللي بيظهر لي لون الجسم. هنشوف صورة أوضح لهذا الموضوع. يسمى اللون الذي تمتصه المادة باللون الممتص. يبقى دلوقتي عندي المادة تمتص ضوء. الجزء اللي امتص اسمه الضوء اللون الممتص. طيب اللون الذي لم تمتصه المادة باللون المتمم. يبقى الجسم دلوقتي سقط عليه الفوتونات الضوئية. هذا الجسم امتص بعض هذه الفوتونات. وفي جزء لم يمتصه. الجزء الذي تمتصه المادة أسميه الجزء الممتص. والجزء الذي لم تمتصه المادة أسميه اللون المتمم. طيب لم تمتص المادة جميع ألوان الضوء الأبيض تظهر للعين بدون أسود. يبقى عندي الجسم الأسود دوت امتص كل فوتونات الضوء الأبيض اللي سقط عليه. حوالي ضوء أبيض من جميع الجهات سقط على جسم زي كده، ظهر قدامي باللون الأسود. هذا اللون الأسود معناه إن هو امتص كل فوتونات الضوء الأبيض اللي سقط عليه. وعندما لا تمتص المادة أي لون من ألوان الضوء، المادة سقط عليها ضوء، ما امتصش أي لون. إذا عكس كل الفوتونات الساقطة على هذا الجسم ويظهر للعين باللون الأبيض. يبقى اللون الأبيض بيظهر قدامنا للعين باللون الأبيض لأن الضوء سقط عليه عكسه كله ولم يمتص أي فوتونات منه، فيظهر الجسم باللون الأبيض. إذا امتصت المادة لون معين من ألوان الطيف، الجزء الممتص خلاص الجسم امتصه. الجزء اللي انعكس من هذا الجسم اسمه اللون المتمم له. يظهر الجسم قدامنا باللون المتمم، بمعنى اللون الممتص اللون مثلا اللون البرتقالي، لو امتص اللون البرتقالي يظهر باللون المتمم بتاعه الازرق. يعني البرتقالي هو متمم للازرق، او الازرق متمم للبرتقالي، الاصفر متمم للون البنفسجي، والبنفسجي متمم للاصفر. فاذا انا شفت جسم بلون اصفر معناه ان هو امتص اللون البنفسجي وعكس لي اللون الاصفر. الاخضر متمم للون البنفسجي المحمر، والاحمر الازرق المخضر. وعندنا عاملين دايره اسمها دايره الالوان بتوضح الى حد ما الشكل بتاع الالوان والالوان المتممه لها. فقلنا البرتقالي متمم له الازرق، والاصفر متمم له البنفسجي، والاخضر متمم له الايه؟ الاحمر. فبيجي سؤال يقول لي علل عيون النحاس، عيون نحاس واحد عديم اللون، وعيون نحاس اتنين ازرق اللون. طب انا افتكر كده بسرعه ان النحاس كان عيار الذري 29، وكان هذا عيار الذري متوزع الكترون في الفور اس و10 الكترونات في الفايف دي في 3 دي. لما يبدا يفقد النحاس الكترون من الفور اس هلاقي ان المستوى 3 دي بتاعه مكتمل الكترونات. واحنا قلنا لما يكون اوربيتال فارغ من الالكترونات او مكتمل ب 10 الكترونات يظهر عديم اللون. اذا دلوقتي ايون نحاس واحد رغم ان هو فقط الكترون ولو عدد تاكسد احادي واحد او احادي ما زال لسه الاوربيتال 3 دي مكتمل ب 10 الكترونات، لذلك يظل عديم اللون. طب لما يفقد الكترون تاني من الدي ويبقى عندي دلوقتي فقط الكترون من الاس والالكترون من الدي، بقى عندي الاوربيتال 3 دي في 9 الكترونات. 9 الكترونات دول فيهم الكترون مفرد يظهر خاصيه اللون بالنسبه للعنصر الانتقالي اللي هو النحاس في صوره عدد التاكسد بتاعه زائد 2. يبقى هنا ايون نحاس زائد 1 عديم اللون لان جميع الاوربيتالات الدي ممتلئه بالكترونات. الدي كلها ممتلئه بالكترونات مع ان الاس فقد الكتروناته، والاس عندي كمان فقد الكترونات. يبقى التوزيع الالكتروني بتاع ايون نحاس واحد عباره عن اركون 3 دي فيه 10 والفور اس 0 فارغ. اهم حاجه عندي 3 دوت ما زال ممتلئ، بالتالي انا مش شايف له لون فعديم اللون.
بينما أيون نحاس 2 لونه أزرق لأنه بيمتص اللون البرتقالي. أيون نحاس 2 دوت فقد الإلكترون التاني من الدي، بقى الدي عندي في إلكترون مفرد بيمتص اللون البرتقالي. لما يمتص اللون البرتقالي يظهر للعين باللون المتمم اللي هو اللون الأزرق، ويعكس اللون المتمم وهو اللون الأزرق لأن الأوربيتال دي يحتوي على إلكترون مفرد. ف 3 دي دوت فيه 9 إلكترون أهم، 9 إلكترون معناها 4 أوربيتالات منهم مزدوجين وآخر أوربيتال في الدي في إلكترون مفرد، فتظهر له تظهر الخاصية اللونية للإيه؟ لأيون نحاس 2. وبكده نبقى خلصنا إن شاء الله الدرس الثاني للعناصر الانتقالية اللي اتكلمنا فيه على حالات التأكسد للعناصر الانتقالية وبعض الخواص لهذه العناصر اللي بتميز هذه العناصر من خواص زي خواص مغناطيسية أو خواص لونية أو حجم ذري أو تغير في نصف القطر أو كثافة العناصر الانتقالية. تعرضنا لكل الخواص بتاعت العناصر الانتقالية في درسنا النهاردة، وإن شاء الله من الحصة الجاية أو المحاضرة الجاية نتكلم على الحديد ونبدأ ندرس الحديد وخواصه وتفاعلاته إن شاء الله في الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.